بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سكان إقليم حوز، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فرعيا لما نوليه بإقليمكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه به دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي عاملا عليكم خديمنا الأرض سيد رشيد المشيخي لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأمضناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة إقليمكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانه، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كذب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما يريده لكم من نعمة سابقة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق والسلام. سيدة إزم كما سيدة إزم جيس العلمي، سيدات والسادة ممثلي المصالح الخارجية، أيها الحضور الكريم، يشرفني الحضور معكم اليوم بتعليمات سامية من مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للإشراف على تنصيب السيد رشيد بن شيخي الذي تفضل جلالته بتعيينه عاملا على إقليم الحوز، حيث أن هذا التعيين المولوي من شأنه تجديد الحكامة الترابية بهذا الإقليم حتى يتمكن من التنزيل الفعلي والسليم لاستراتيجية المملكة وسياستها ولبلوغ هدف أسمى ألا وهو التنمية الشاملة وتحسين المؤشرات الاجتماعية وظروف عيش المواطنين والمواطنات. ذلك أن ميثاق لا تمركز الإداري الذي يعد تنزيله أحد أهم الرهانات الحالية قد كرس الدور الدستوري للعامل بأن جعل منه فاعلا محوريا في تنسيخ تدخلاته المصالح اللامركزة، كما أناط به مسؤولية السهر على حسن سير مختلف الإدارات المحلية وضمان التقائية برامجها وتدخلها بهدف الرفع من نجاعة الخدمات التي يفترض أن تقدمها للساكنة المحلية. ولا تفوتني المناسبة دون إبلاغ الساكنة عطف ورضا مولانا المنصور بالله عاهل البلاد ملك محمد السادس الذي ما فتئ منذ تولي عرش أسلافه الميامين إلى رعايته الموصولة لأبناء شعبه الوفي من خلال متابعته الشخصية
حفظه الله لمختلف المشاريع التنموية لكل جهات المملكة سواء مركزيا أو على الصعيد الترابي. هذا النموذج الذي يقتضي منا جميعا التجند لإنجاحه بغاية الحد من الفوارق الترابية وتقليصي التفاوتات. وفي هذا السياق أبا جلالة الملك إلى أن يعطي تعليماته السامية قصدا كباب الجميع على هذا الورش الوطني، وذلك في عدة مناسبات أكد فيها جلالته على ضرورة إلى الجانب الاجتماعي أهمية قصوى في جميع المشاريع التنموية بمختلف ربوع المملكة. وقد شكل الخطاب الملكي ل 29 يوليوز 2018 بمناسبة ذكرى تربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين خارطة طريق واضحة لوضع نموذج تنموي أساسه النهوض بمختلف المؤشرات التي تسمح بتحسين ظروف العيش المواطنين والمواطنات بمختلف الجهات، تفعيلا للمبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية والمجالية. وتنفيذا لهذا الخيار يتعين على علينا جميعا أن نتعبأ للنهوض بالأوضاع الاجتماعية انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية من في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأس المالي البشري وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل، وكذلك تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة كأسماء أشكال الحماية الاجتماعية، كما عبر عن ذلك جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش. تشجيع الشباب على خلق المقاولات ودعم كل أشكال مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية. هذا وإن إقليم الحوز وبالنظر إلى طبيعته القروية ومؤهلاته الاقتصادية والبشرية الهائلة لا هو في أمس الحاجة لنقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه التحية حتى أمرك معالي الوزير. شكرا. ديركم وكدير خير ان شاء الله. كلشي بخير. نعم انا جانسو فيك. مرحبا لاباس. مرحبا لاباس. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. لا السيد ولا ما شفناش هاي قد خياتي ما يسلموا طف سلموا عليك انا الله يعاونكم. ميرسي. سلموا على السيد ولي شلميني. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس